رمزي فرقت معاك ازاي قبل ما تدخل النادي الاهلي وبعد ما دخلته؟ ايه اللي اتغير؟ ايه اللي فرق مع كابتن رمزي صالح؟ لا بدون مبالغة، الأهلي غير لي حياتي. ازاي؟ يعني أنا أقول لك الأول، أوكي يمكن عندنا في فلسطين لعيبة الكورة ما بيلقوش اهتمام كبير أو بيبقوا معروفين زي السياسيين بحكم طبيعة البلد سياسية، طبيعي لكن مين في الوطن العربي دلوقتي ما يسمعش عن رمزي صالح؟ صحيح، ده النادي الأهلي اللي أضاف لاسمي، أي حد بيرتبط اسمه بالنادي الأهلي فهو إضافة كبيرة. حقيقي النادي الأهلي غير لي حياتي كاملة. النادي الأهلي أنا رحت المريخ السوداني يمكن بعدها، عايز أتكلم في النقطة في كام؟ دي في 2010؟ 2000 لما مشي مستر مانويل جوزيه أنا تعرضت لإصابة في الركبة، اللي هو بعد ماتش الإسماعيلي تعرضت لإصابة في الركبة وتعالجت في فترة الإعداد في ألمانيا. الفترة دي مستر مانويل جوزيه رحل ومسك الكابتن حسام كابتن البدري. حسام لما رجعت غبت فترة كبيرة من الإصابة، كان إصابة جامدة شوية يا رامي. قعدت فترة الإعداد كلها كنت بتعالج فيها، فحسيت بعد كده جه وبعد كده انضم شريف، حسيت إن أنا مش موجود من ضمن الناس اللي هيعتمد عليها يعني. وأنا مش صغير كبير، فجالي عرض من المريخ السوداني ففضلت الرحيل وما رضيتش أروح لأي نادي في مصر، رحت المريخ السوداني. حته ال انت كان جاي لك عروض هنا قبل ما كان قبل المريخ السوداني؟ كان وسموحه تمام، لكن فضلت ان انا ابعد، ما حبيتش ان انا الفترة يعني بعد الاهلي انت ممكن تطلع بره شويه وبعدين ترجع على نادي تاني. انا فضلت اعمل كده، وكان الباشمهندس فرج عامر اتصل فيا في الموضوع ده وانا مسافر على السودان، كلمته واعتذرت له، قلت له انا كان عايزك تروح نادي سموحه. وكان يمكن عقد كان مغري وقتها انه كان لسه احمد بلال رايح جديد على سموحه، بس انا فضلت ان انا ابعد بره مصر. النادي الاهلي هو اللي جاب لي الخمس اضعاف اللي انا خدتهم في النادي الاهلي، يعني انا خدت في المريخ السوداني خمس اضعاف ما باخد في النادي الاهلي. بس النادي الاهلي كان السبب، كان السبب لان اسمي ارتبط بالنادي الاهلي. انت حارس مرمى النادي الاهلي طبعا. يعني الاول معلش الاول اوكي انا في فلسطين ما اوكي، لكن نتكلم كاحتراف النادي الاهلي اضاف ليا كتير، فبالتالي لما يجيب لك مثلا نتكلم بلغه الكوره او لغه الاحتراف يجيب لك خمس اضعاف فهو بالتالي خيره عليا، وهو اللي غير لي حياتي تماما بصراحه يعني.